الصحيح الأول هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية كالدواء وشرعية رقية شرعية. هذا الأخ لديه ألم في بطنه فأخذ يقرأ على بطن الفاتحة، سبب أو لا؟ سبب شرعي رقية شرعية. وهذا الأخ أخذ شيء من النعناع، شيء من الأعشاب، وضع عليه شيء من الماء الحار وشرب، سبب؟ سبب. أو أخذ دواء مثلا وشرب، سبب محسوس. تمام؟ إذن هذا القسم الأول، يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية رقية كالرقية، حسية كالدواء. الثاني، بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على البيت، على السيارة، على الأولاد أشياء، منها رأس ثور، رأس أسد، حوت، عين، كف، حافر الفرس، بعض الأشجار، بعض الخرق، بعض الكتابات، بعض القطع التي تكون من الحيوانات الميتة، جلود كذا. أو يكتب بعض الكتابات على البيت، يكتب عين الحسود لا تسود مثلا. لماذا يا أخي تضع هذه الأشياء؟ قال لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى أسباب للدفعين. نقول هذا شرك أصغر. وإذا قال لا، هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، هذا شرك أكبر. يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه دور بيوت، صحيح؟ لديه دواب، ما وضع شيئا من هذا، ولا الصحابة رضوان الله عليه. فلماذا نضع نحن؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذا لا يمكن أن نصنع هذه الأشياء، وهذه كثيرة موجودة عندنا في هذه الأيام، لابد أن نحذر ونحذر منها، والله أعلم. الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، السؤال الثاني تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ بالله يسألك سائل وأنت تمشي في الطريق يقول ما دينك؟ إيش تقول؟ الإسلام ديني، أنا مسلم، مكتوب عندي في الهوية ميم سين لام ميم، ميم سين لام ميم. هو لا يعرف إلا هذا. تسأل ما هو الإسلام؟ لا يدري. من نبي هذه الأمة؟ لا يدري. هذا مسلم؟ هذا لا، ميم سين لام ميم. وأراد الكفار أن نصل إلى هذا الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل. ما هو الإسلام؟ قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، والانقياد له بالطاعة. مسلم تطيع، أذن المؤذن لماذا لا تصلي؟ مسلم؟ قال نعم، إذن لابد تصلي. والبراءة من الشرك، وهذا قلنا وسطية أهل السنة في التعامل، لابد أن المسلم يتميز عن اليهودي عن النصراني، لا يمكن أن يحب اليهودي والنصراني. يحب له الخير؟ نعم، والخير في دخوله في الدين الإسلامي. يفي له بالعهود؟ نعم. يتعامل معه في البيع والشراء؟ لا إشكال فيها. هذا الإسلام. مراتب الدين كم؟ ثلاث مراتب الدين الإسلامي، ثلاث مراتب، ثلاث درجات. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. كل مرتبة لها أركان. أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان ركن واحد، والله أعلم. هل الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام؟ نعم. إذن لماذا نحن نقول على طريقة السلف ولا نتذاكر العلم؟ وهذا ممكن يقول ما أحد يوم من الأيام سألني ما هو السؤال الذي تسأل عنه في قبرك. لماذا لا نتذاكر أخواننا؟ هل هذه طريقة السلف المذاكرة أو لا؟ طريقة السلف تذاكروا العلم وتناوبوا، كانوا على العلم يا اخواننا، لهم عندهم كانت مجالس للمذاكرة. طيب، اذا قلنا المرتبة الاولى الاسلام، والاسلام اركان الاسلام خمس. شهادة ان لا اله الا الله، اي لا معبود بحق، يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، أكفر بجميع ما يعبد من دون الله، أثبت العبادة لله أحد لا شريك له. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء سقف يقوم على عمودين، مثل هذا الدولاب الآن يقوم على أربع، لا إله إلا الله يقوم على عمودين.
العمود الأول تكفر بجميع ما عبد من دون الله نفي، العمود الثاني إثبات، إذا أسقط عمود سقط البناء. إذا لابد في لا إله الله من ركنين، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت إيمان بالله، لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله إلا الله مثبت عبادة الله وحده لا شريك له. الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. لماذا قال إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ لماذا؟ حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها السنن، وتنتفي عنك الموانع. وقال إيتاء الزكاة. لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ لأنه لابد أن تؤخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى الأصناف الثمانية. لأنه كثير من الناس يسأل الشيخ يقول أريد أدفع الزكاة لأمي، لزوجتي، لأولادي، لأخي. لا، ليس على ما تحب، مفهوم؟ إيتاء الزكاة لم يقل الزكاة. وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج يجب في العمر مرة على المستطيع، ومن استطاع يبادر الحج ولا يتأخر والله أعلم. الإيمان، قد يسألك سائل يقول ما هو الإيمان؟ هل أنت من أهل السنة تقول أسأل الله يجعلني منهم، أنا لا أزكي نفسي، أسأل الله يجعلني من أهل السنة والجماعة وياكم؟ يقول طيب ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ تقول لا أدري. الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة، أركان الإيمان ستة، التعريف لابد فيه من أمور خمسة. قول باللسان فأعلاها قول لا إله إلا الله، تقول بلسانك، وهذا اللي تقوله بلسانك لابد أن تعتقد بقلبك ما تشك في طرفة عين، وتعمل بقلبك وتعمل بجوارحك. تعمل بقلبك تخاف من الله ولا تخاف من أحد كخوفك من الله، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتعمل بالجوارح، تصلي، تصوم، تتصدق، يزيد وينقص. إذن الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة. تعريف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. السؤال الأول، إنسان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، يقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد بقلبه، ماذا أقول عنه؟ لا أتكلم، ترى يسحب الجوال، انتبه. نعم، ما عنده الإيمان كامل. نعم نعم، ارفع صوتك يا رجل، كافر خطأ، ليس مسلم، منافق، ليس عنده إيمان كامل، خطأ، ليس مؤمن، خطأ، منافق. لكن لابد أن تقول نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق، نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن عندنا نفاق أصغر، صح؟ تمام. إذا أنا بعد هذا نقول السؤال الثاني، إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد التوحيد، يعتقد الاتباع، يعتقد القرآن، الصحابة، كل شيء، لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، ماذا نقول عنه؟ أعيد السؤال مرة أخرى، إنسان يعتقد كل ما جاء به الكتاب والسنة لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، الإيمان ليس كامل، يقول غير مسلم، مع غير مسلم، ها ها يا شيخ، أئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أنا أردت بالسؤال هذا أننا نتعلم أننا لسنا أهلا للفتوى، لسنا أهلا أبدا، لا أنا ولا أنتم، خلاص اتفقنا؟ تمام. إذن الإيمان قلنا يقول الإيمان قول عمل اعتقاد يزيد ينقص، إذا اختل شيء هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة، مفهوم يا أخي؟ لو يقول بلسانه يعتقد بقلبه يقول هذا ليس بإيمان عند أهل السنة، هذا كفر،
أئمة الكفر على هذا. خلاص طيب، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره والله أعلم. الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. والله عيب أن يسألك وانت طالب علم، بعض الناس يقول كيف أؤمن بالله، تقول لا أدري. أقل شيء لابد أن نضبط شرح مختصر أركان الإيمان الستة. تريد تكون مؤمن؟ كيف وأنت لا تعرف شرح أركان الإيمان؟ ما معناها؟ كيف أحقق الإيمان؟ أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا سبحانه وتعالى. طيب ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا حصر لها. يمكن أن نجمل الأدلة في أربعة أدلة: عقل، نعم عقل، عقل لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس، تكون في كرب شدة ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها، تنفرج، دليل محسوس ترى بعينك. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على منبر عليه الصلاة والسلام بالمدينة وما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء. هذا دليل محسوس ملموس، رأوا الصحابة، رأوا السحابة تخرج من وراء سلع. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون، الصخرة تنفرج الأول، الثاني تنفرج، الثالث خرج يمشون، دليل محسوس ملموس. الرابع هذا مهم لكم: الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بتعلم اللغة الهولندية. إذا لم تعلم الولد اللغة العربية معنى هذا أنه سلك الطريق لماذا؟ لغير الفطرة، صحيح؟ يتعلم لغة هولندية لا إشكال، لكن لابد تعلم السنة، تعلم الفاتحة، تعلم ويقرأ مفاتيح العلم، لابد. ما الذي يمنعك أن تتكلم مع زوجتك أولادك في البيت باللغة العربية؟ إيش اللي يمنعك؟ الشيطان يريد تصل إلى هذا، يهوداني أو ينصراني أو مجسان. والله لما أنت تعرف هذا أكثر مني. الرابع من الأدلة الكتاب والسنة، وهذه كثيرة جدا، بل ابن القيم رحمه الله يقول أن التوحيد لا تخلو منه آية، لا تخلو منه آية، وهذا كثير والله أعلم. الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أنهم عالم غيبي، عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم، نؤمن بهم دون أن نراهم. خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام، وبما علمنا الله من أسمائهم مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، والأخبار التي جاءت عنهم إجبالا وتفصيلا. هذا الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالكتب هو الركن الثالث. كيف أؤمن بالكتب؟ نؤمن بأنها كلام الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام الخلق، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، بكلام له صوت وحروف ومسموع. ونثبت أن جميع الكتب كلام الله، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب وبما علمنا الله من أسمائه القرآن
التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليهم الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب. يعني لا نطالع في هذه الكتب، نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، هذا الإيمان بالكتب والله أعلم. الإيمان الرابع بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله تعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها، والأخبار التي جاءت عنهم، وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر كفرا أكبر، لا نشك في طرفة عين. ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان الخامس باليوم الآخر. المراحل التي يمر بها الإنسان هي كالأيام، عندنا مراحل خمسة أو أيام خمسة. يوم قبل أن تخلق، يوم قبل أن تخلق في العدم، ويوم أنت في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم آخر الأيام، هذا اليوم الآخر. إذن بهذا الاعتبار كم عدد الأيام؟ خمسة. كيف أؤمن باليوم الآخر؟ تؤمن باليوم الآخر بأن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت. إيش يكون بعد الموت؟ خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعودا بها للسماء، تفتح وتغلق لأبواب السماء، عودتهم بالروح إلى الجسد، يسمع قرع نعالهم، سؤال الملكين على الأصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان. السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الثاني: أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث: المشيئة. هذا يقول: الآن بعد الدرس أريد أذهب إلى الفندق، شاء الله أن يذهب الفندق ذهب، شاء الله أن لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع: الخلق. فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، الله خلق كل شيء. هذه مراتب أربع. ماذا أصنع أنا؟ لابد أن تؤمن بهذه المراتب الأربع، تحسن الظن في الله، تقول أن الله اختارني بأن أكون من أهل السعادة، أسأل الله يجعلني أكون منهم من أهل الجنة، أعمل أسعى لهذا وأنا مؤمن، أدعو الله وأعمل وأحسن الظن في الله، وأتجنب طريق أهل الشقاء، وأدعو الله أن يجنبني هذا الطريق وإياكم يا رب. أحسن الظن في الله، أجمع بين العلم والعمل والدعاء وحسن الظن، وبهذا أجمع بين القضاء والقدر، مفهوم؟ لكن بعض الناس نسأل الله السلامة يشرب الخمر وتسأله وتقول: لماذا تشرب الخمر؟ يقول: لو شاء الله ما شربت الخمر، مفهوم؟ ايش تصنع معه؟ تضربه حتى يغمى عليه، تضربه حتى يغمى عليه.
فإذا أفاق من الإغماء وقال ليش تضرب؟ قل قدر الله، قدر الله أن أضربك. اقتنع اتركه، لم يقتنع طيف ثانية، مفهوم؟ أو خذ ما في جيبه أي شيء وكسر أو قطع النقود. لماذا؟ قل قدر الله، إيش أصنع لك أنا؟ مفهوم؟ لا، أنت تقدر الخير، لماذا تقدر الشر؟ ولماذا لا ترضى أن تتقطع النقود؟ ولماذا لا ترضى أن أكسر القلم مثلا؟ إذا لابد أن تحسن الظن في الله وتعمل عمل أهل السعادة ولا تعمل بعمل أهل الشقاء، نسأل العافية. المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ركن واحد، تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة رغبة، حب، شوق فيما عند الله. أقوى دافع يدفع للعبادة هنا المحبة والشوق فيما لما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة، هذه لا يخرج عنها مسلم. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ عليه السلام. يا أخواننا، جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عالم ولا متعلم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معلم، وهو جاء في صورة متعلم. لماذا؟ لماذا؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو جاء متعلم؟ لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم في لباسه، وسط، لا إفراط لا تفريط، في جلوسه، جلس لم يمد رجليه، مفهوم؟ نعم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يستخدم الجوال، تقول لا يوجد جوال، يعني لم يلعب. دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يجلس آخر شيء هناك، لا خطأ هذا، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع حتى يفقه. أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عندي سؤال، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما انتهى يقول الآن جاء وقت السؤال. إذن أدب، لابد أن الطالب يتأدب بالآداب. كان في الحقيقة هو متعلم، لكن عندما ظهر عليه آداب طلب العلم أصبح معلم. ست حقوق يؤديها الطالب ولا بد، حقوق ستة، مع نفسه ومع زميله ومع كتابه ومع المكان الذي يدرس فيه ومع شيخه ومع العلم الذي تعلم. ست حقوق، لعلكم البعض يسمع أول مرة، كيف لابد تؤديها وأنت طالب علم؟ أنا أطالبك بالحقوق الستة تؤديها ولا بد، لكن ليس معي مع العلماء، والله أعلم. السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. السلف الصالح كان يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقن أنت الفاتحة والتشهد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. له من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. هو نبي ورسول. أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، يا أيها المدثر نبي بإقرأ، أرسل بالمدثر، بلده مكة، ولد بمكة، وهاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ هذا أهم ما يكون، أو من أهم ما يكون، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى التوحيد،
وينذر عن الشرك. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى من بعث؟ من يعرف؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الثقلين الجن والإنس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، مخلد في النار خلود أبد لا يخرج منها أبد، كان من كان، يهودي نصراني مجوسي سمي ما شئت. أصلا هذا كاذب في قوله أنه متبع لموسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أن أتباعهم لابد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كفر. إذن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمن الآن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بكفار، والله ما نغشهم، ننصح لهم، نقول أنتم خالفتم ما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هل هذا الدين كمل أو لا؟ من نعمة الله على هذه الأمة نعم كثير، منها أن هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا الاتباع. مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر عليه الصلاة والسلام. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين، عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به وعظم ما أمر به التوحيد، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه وعظم ما نهى عنه الشرك، والله أعلم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بخاتمة ذكر فيها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ذكر فيها ما يتعلق بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. العلماء الربانيين، لا يوجد عالم واحد معتبر من العلماء المعتبرين إلا ويقول بوجوب الهجرة. ابحث ما شئت لن تجد إلا حل واحد في أن تبقى في بلاد الكفر، وهو الدعوة إلى الله، تبقى داعية إلى الله. أما غير هذا ترك آثم، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي اعقد النية من اليوم أنك تبقى في بلاد الكفر للدعوة إلى الله، وإلا ترى آثم. وبهذا أفتى العلماء، والدعوة في هذه الأيام من أسهل ما يكون. في القديم تحتاج إلى ذهاب، الآن من البيت تستطيع، لكن لا ترسل هذه الرسائل، لا، خذ الكلام الموثوق 100% كتب العلماء المعتبرة، أرسل في التوحيد، في وجوب الصلوات الخمس، في الزكاة، في الطهارة، في كذا. هذه دعوة إلى الله، تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا أن المسلم لابد يكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، من التجاوز، يتجاوز الحد بعض الناس ويعبد الأحجار والأشجار، طواغيت. يتجاوز الحد ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله، طواغيت، جعلهم طواغيت. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، الأول إبليس نعوذ بالله منه، الثاني من عبد وهو راض، لو جاء إنسان للشيخ وسلم عليه وانحنى له بالركوع وبالسجود، إذا هذا قال الله يبارك فيك وجزاك الله خير، طاغوت لا شك فيه. لكن لو قال له رفع هكذا ويقول أجعلت الله ندا، مفهوم؟ إذن هو موحد. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا كثير في هذه الأيام، يقول غدا يفوز الفريق الفلاني 2-0، غدا يموت فلان، غدا يحدث كذا، كاذب وكافر كفرا أكبر. الخامس من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، معتقدا هذا يكفر كفر أكبر، لكن قدم حكم القوانين لحب دنيا أو ما لذلك، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة.
بهذا ولله الحمد تم هذا المتن يعني باختصار شديد. ماذا عليك يا اخواننا؟ هذه المتون اوصى بها العلماء، ارجع للمتن، اقرأ المتن، احفظ الأدلة، احفظ التعاريف. عيب عليك لا تعرف معنى الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان ولا أركان الإيمان. تحفظ الأدلة، تراجعها مع إخوانك، تعلم الناس التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. كل واحد يذكر لي فائدة واحدة يحسن السكوت عليها. نعم. الفائدة أن لابد أن تعلم أطفالك في البيت العربي. نعم، العربية، وتتكلم بالعربية في بيتك مع زملائك، هذا يعرف اللغة العربية، لماذا لا تكلم بالعربية؟ صح؟ الآن اللغة العربية عندك تنقص، والله إذا لم تتكلم بها تنقص، بعض الكلمات راحت عنك، صحيح؟ أي نعم، نعم. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فإذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مثل بعض الناس الحالة يضعها في الجوال في الواتساب النار وأشياء يعني يضع غريبة، والغنم. يا أخوان اغتنموا هذه الفرصة، والله تسأل. نعم يا أخي. لابد أن نعلم التوحيد. لابد أن نعلم التوحيد، لأننا نشك في التوحيد. إذا لابد نعلم التوحيد ونبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإيمان؟ ولابد أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. الله يفتح عليك. مراتب الدين الثلاثة، يقول تعلمنا مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان، وكل مرتبة لها أركان. الصبر ثلاثة أقسام: أولا لابد تصبر على العلم، وتصبر على العمل، وتصبر على الدعوة. وأنواع الصبر الثلاثة. نعم يا أخي. طلب الشخص يكون إذا كان حيا وقادرا. نعم، يقول يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه بشرط أربع: حي، حاضر، قادر، أعتقد أنه سبب. نعرف معنى الشرك ونحذر. لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه ونحذر منه. أما الحكم على أشخاص هذا ليس لنا. الدعوة إلى غير المسلمين. لابد ندعو غير المسلمين. نعم. لسنا علماء ولسنا أهل للفتوى، لكننا أهل لأن نعلم الذي تعلمنا نثق فيه 100%. نعم، الفرق بين الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. لابد أن ترتقي إلى مستوى أعلى في طلب العلم مثلا. الله يجزاك خير. يقول إلى متى ونحن ندرس الأصول الثلاثة؟ عيب. هذا المجلس آخر مجلس ندرس فيه أصول ثلاثة. لو جئت المرة القادمة وقال الشيخ مصطفى ندرس أصول ثلاثة، قل لا، تعلمناها، اختبر ونرتقي. هذا الأخ الآن لو نقول له نعيد لك الآن أولى ابتدائي، تقبل؟ تدرس سنة كاملة أولى ابتدائي؟ ما يقبل. 6 سنوات أولى ابتدائي ما يمكن. يقول تحطبني أنت، ما أقبل لو تعطيني ملايين. صح؟ لكن كل ما يأتي عالم يدرسنا أصول ثلاثة، يأتي الثاني أصول ثلاثة، الثالث أصول ثلاثة. نعم ممكن تأتينا دروس مذاكرة مثل ما يصنع الشيخ العسيمي حفظه الله، هذه المتون يعيدها عليك تسمعها مذاكرة يصح. أما أعيد عليك الدراسة مرة أخرى أولى ابتدائي، ثانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، والله ما ترضى. جزاك الله خير على هذه النصيحة. أخذنا أنه لابد أن الحقوق متبادلة، كما أن الطالب له حق على الشيخ، الشيخ له حق على الطالب، حقوق متبادلة، يؤدي الطالب حقوق 6. نعم. الأساس يقول العلم، وكل من أتقن شيئا عرف به. إذا أتقنت العلم إيش تكون؟ إيش يقال عنك؟ عالم.
واتقنت اللعب شو قال عنك؟ واتقنت الضحك ضحاك صحيح؟ نعم. واتقنت الفن يقال عنك نسأل العافية السلامة فنان يعني حمار. نعم نعم يا أخي. المتعلم قد يكون المعلم. نعم المتعلم إذا عمل قد يكون بهذا معلم. وأنتم الآن دعاة إلى الله شئتم أم أبيتم، تعاملك مع الناس صحيح، كيف تتعامل، كيف تنظر للنساء، كيف تتعامل مع الرجال، كيف تتعامل في حياتك اليومية. الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، لابد أن نحذر ولا تظن أنك سالم، انتبه لابد تحذر. نعم الشيخ. للبقاء في بلاد الكفر يعني يجب تصحيح النية، تصحيح النية بأن تبقى للدعوة إلى الله، لا تمام بعلم. نعم كانت عندي نفس. طيب نعم. كانت عندي ولكن ايام الانسان واحنا اخذنا فائده واحده الله يسامحك انت هو. نعم ايام الانسان خمسه، ايام الانسان قلنا خمسه، يوم في العدم، ويوم في الاجنه في البطن، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم الاخر. الله يفتح عليك. أننا نتوسط في التعامل مع الكفار ونبين هذا لهم ونقول نحن لا نغش الكفار، ننصح لهم. لا إفراط ولا تفريط. النفي والإثبات. لا إله إلا الله يقول تقوم على ركنين، النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم يا أخواننا والله هذه المتون وضع الله فيها البركة، فنحن نأخذ بمتون العلماء التي أوصى بها العلماء ونمشي على هذا حتى يفتح الله علينا، لكن نتعلم تعلم حقيقي. أما نتعلم هكذا تسمع وتمشي لا يصلح، كل مرة ندرس أصول ثلاثة لا يصلح، فالمرة القادمة إذا أردتم نسأل ونختبر ثم نأخذ درس جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. كيف تكون دعوة غير المسلمين؟ كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى أهل الكتاب، لديهم كتب لديهم حجج، قال ناظرهم؟ لا. قال بين ما هم عليه من أخطاء وضلالات؟ لا. إيش قال؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية نوحد الله. إذن أسرع طريقة لدعوة غير المسلمين توحيد بس. أما تقول له شوف أنا الآن هذا أقول له أقول عندكم كذا في المغرب، يقولوا أنتم عندكم السعودية كذا، وما ننتهي صح؟ وجربوا هذه الطريقة عندنا. مركزين للدعوة، المركز الأول 50 ممرضة فلبينية، المركز الثاني 50 ممرضة. الداعية هنا توحيد فقط، الداعية هنا مناقشة. بعد شهر الحصيلة 50 أسلم 40 عند التوحيد، هنا عند المناظرة أسلمت واحدة. هذا الداعية اللي هنا يقول هذه أتعبتني ليل نهار وتعطيني شبهة وأرد عليه، شبهة وأرد عليه، فهمت؟ نعم. إذن أسهل طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف هنا عندكم بعض المراكز موجود في أوروبا، يأتي الرجل يدخل في السلم، قال لا انتظر فكر هل أنت يعني تريد الإسلام أو لا؟ ليش؟ كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا اشهد مباشر، ما يقول له انتظر فكر. وما يعني بعض الناس يقول اسمع ترى الاسلام فيه ختان، والاسلام ترى اشكال، ممكن الان زوجتك خلاص تذهب عنك. لا، خطا، هذا خطا في الدعوه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى انت لا تخاطب شيء الا
بالشهادتين، تقول لا ختان ولا شيء. حتى مرأة جاءت وقالت ما أريد حجاب، نقول من قال لك تتحجبي أصلا؟ نريد تدخل الإسلام. إذا دخلت الإسلام شرح الله صدرها. ومسلمة سافرة أو كافرة محجبة أفضل؟ الأولى. فهمت؟ جاء نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم إمام، قال يا إمام إن أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من دخول الإسلام؟ حب للخمر. قال له الضحاك أسلم وإن شئت شربت الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع للدين يقتلك السلطان، تشرب الخمر يجلدك السلطان، خلاص لا محر. مفهوم؟ إذا لابد في الدعوة من شروط خمسة. الأول إخلاص، أدعو إلى الله. الثاني العلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة السنة والصبر. هذه خمسة شروط في الدعوة إلى الله، والله أعلم.